بسم الله الرحمن الرحيم. إذا صفحة 112 رياضيات. دعم الدرسين 29 و 30. إذا درس طرح الأعداد العشرية ودرس المسافة على التصميم. أولا أضع وأنجز. إذا 593.5 ناقص 17.31، 62.12 ناقص 64.8، 422.3 ناقص 56.17. إذا كنحصلو على النتائج التالية: 553.50 ناقص 17.31. إذا نضع الوضع الصحيح ثم نجيز. إذا 0 ناقص 4 لا يمكن، نضيف 10 ناقص 4 10. و إذا أستلف وأرد. إذا 10 ناقص 4 تساوي 6، 5 ناقص 4 تساوي 1. فاصلة تحت الفاصلة. إذا 3 ناقص 7 لا يمكن، إذا أستلف وأرد 10. إذا تصبح 13 ناقص 7 تساوي 6، 9 ناقص 2 تساوي 7، 5 ناقص لا شيء تساوي 5. إذا فرق العددين هو 576.16. العملية الثانية 60.12 ناقص 67.80. إذا الوضع كالتالي: 2 ناقص 0 تساوي 2، 11 ناقص، إذا 1 ناقص 8 لا يمكن، سلف وأرد، 11 ناقص 8 تساوي 3، فاصلة تحت الفاصلة، 8 ناقص 5 3، 6 ناقص 6 0، إذا 3.32. العملية الثالثة والأخيرة: 0 ناقص 7 لا يمكن، سلف 10 وأرد، 10 ناقص، إذا تصبح 10 ناقص 7 تساوي 3، 3 ناقص 2 1، فاصلة تحت الفاصلة، 12 ناقص 6 تساوي 2 ناقص 6 لا يمكن، إذا السلف وأرد، 12 ناقص 6 تساوي 6، 2 ناقص 6 لا يمكن، إذا السلف وأرد، 12 ناقص 6 تساوي 6، 4 ناقص 2 تساوي 2، إذا الفرق هو 266.13. التمرين الثاني: أحيط الجواب الصحيح في كل سطر دون إنجاز العملية. إذا هنا 1 ناقص 0.1، إذا بالطبع غادي تعطيني 0.9، إذا أحيط 0.9، 12.05 ناقص 2.04 غتعطيني 10.01، إذا 10.01، 72.47 ناقص 71.04 غتعطيني إذا 1.07، إذا 1.07، إذا نحيط 1.07. التمرين الثالث: أرادت حسناء اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة من أجل رشاقة جسمها. كتلتها 82.75 كيلو جرام. بعد 3 أشهر من الحمية والتمرس تمكنت من خفض وزنها ب 7.25 كيلو جرام. أحسب كتلة حسناء بعد مدة الحمية وممارسة الرياضة. إذا هنا لكي نحسب كتلة حسناء بعد مدة الحمية، سنقوم بعملية الطرح. 89.75 ناقص 7.25. إذا سننجز العملية كالتالي: 5 ناقص 5 0، 7 ناقص 2 5، فاصلة تحت الفاصلة، 9 ناقص 7 2، 8 ناقص لا شيء 8. إذا فكتلة حسناء بعد مدة الحمام وممارسة الرياضة هي 82 كيلوغرام ونصف. إذا كتلة حسناء بعد مدة الحمية هي 82 كيلوغرام ونصف، 82.5 كيلوغرام. التمرين الرابع: أقارن الكتابات بوضع الرمز المناسب. الرمز المناسب يعني أصغر من أو أكبر من أو يساوي. 12.09 و 12 ناقص 9 على 100، إذا 9 على 100 هي 0.09، إذا بالتالي فهذه غادي تكون أكبر. إذا 12 ناقص 0.09 كتعطيني 11.91، إذا 12.09 فهي أكبر من 11.91. 143.45، هنا 140 زائد 3 هي 143، زائد 0.4 هي 410، زائد 5 على 100 هي 0.05، إذا كتعطيني 143.45. إذا تساوي، هنا نضع الرمز يساوي 70 زائد 1 71، زائد 0.8 71.8، زائد 0.05 71.85.
إذا 91.85 هي أصغر من 91.95. إذا 40 زائد 44 زائد 0.4 هي 44.4 زائد 0.04 هي 44.44. إذا 44.44 تساوي، إذا هنا كان وضعه الرمز يساوي 545.79. عندي هنا 545 زائد 0.4 زائد 0.09، إذا هي 545.49. إذا بالطبع هذه أكبر من الوضع الرمز أكبر من. علم رشيد أن المسافة على الخريطة والمسافة الحقيقية في الواقع تربطهما علاقة تكبير وتصغير بنسب متفاوتة. إذا كان 1 سنتيمتر على الخريطة يمثل 50 كيلومتر على أرض الواقع، إذا 1 سنتيمتر يمثل 50 كيلومتر على أرض الواقع، أحسب المسافات الحقيقية بين المدن في الجدول التالي. إذا عندي المدن مكناس وفاس، البيضاء والرباط، الرباط والراشدية، الرباط وأكادير. إذا المسافة على الخريطة بالسنتيمتر، عندي هنايا بين مكناس وفاس 1 سنتيمتر، بين البيضاء والرباط 2 سنتيمتر، بين الرباط والراشدية 10 سنتيمتر، بين الرباط وأكادير 12 سنتيمتر. هنا المسافة الحقيقية بكيلومتر، إذا المسافة الحقيقية بين مكناس وفاس هي 50 كيلومتر. إذا قلنا أن 1 سنتيمتر على الخريطة كتمثل 50 كيلومتر، فبالتالي 1 سنتيمتر هي تعطيني المسافة الحقيقية ب50 كيلومتر. إذا لاحظت أنني غادي ننتقل من اللي كننتقل من هذا أعداد السطر الأول لعدد السطر الثاني، كنضرب في 50، المعامل التناسب اللي غيكون عندي هو 50 ضارب 50. إذا هنا جوج غادي نضربها في 50 غتعطيني 100 كيلومتر، هي المسافة الحقيقية بين البيضة والرباط. وعندي هنايا 10 غنضربها في 50 غتعطيني 500 كيلومتر، وهي المسافة الحقيقية بين الرباط والراشدية. ثم 12 ضارب 50 إذا غتعطيني 600، وهي المسافة الحقيقية بين الرباط وأكادير. انتهى.